يحكى أن مع إبراهيم جمال. يحكى أن أبا كبير عامر بن الحليس تزوج أمة أبط شراً، وكان أحد شعراء الصعاليك، وقد كان صغيراً عندما تم الزواج، ولم يكن موافقاً على ذلك، فكان يتزاور أبا كبير كلما دخل بيت أمه. وحينما كبر تأبط شراً، بدأ أبو كبير بالخوف منه، اشتكى ذلك لأمه فقالت له اقتله. وفي أحد الأيام اصطحبه أبو كبير في الغزو، فخرجا ولا زاد معهما، فسارا ليلتهما ويومهما من الغد، حتى ظن أبو كبير أن الغلام قد جاع، فلما أمسى قصد به قوما كانوا له أعداء، فلما رأيا نارهم من بعد قال له أبو كبير: ويحك، قد جعنا، فلو ذهبت إلى تلك النار فالتمست منها لنا شيئا. فمضى تأبط شرا فوجد على النار رجلين من ألص من يكون من العرب، وإنما أرسله إليهما أبو كبير ليقتلاه، فلما رأياه قد غشي نارهما وثبا عليه، فرمى أحدهما وكر على الآخر فرماه فقتلهما، ثم جاء إلى نارهما فأخذ الخبز واللحم منها، فجاء به إلى أبي كبير فقال: كل، لا أشبع الله بطنك. ولم يأكل هو، فقال له أبو كبير: ويحك، أخبرني قصتك. فنظر إليه تأبط شرا وقال: وما لك حاجة في سؤالك عن هذا؟ كل ودع المسألة. فدخلت أبا كبير منه خيفة وأهمته نفسه، ثم سأله بصحبة إلا حدثه كيف عمل، فأخبره تأبط شرا القصة، فازداد خوفا منه وعادا إلى مدينتهما. يحكى أن مع إبراهيم جمال.